ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كل ما بشتري حاجة او بجيب حاجة بحب ان انا اشارككم بيها. تعالوا بقى اوريكم، انا وقعت على صفحة على الفيسبوك عجبتني جدا. اشتريت اولا منها ايه؟ اشتريت منها السخان المسطح ده، كان عجبني جدا جدا وبيفيدني كمان في التصوير. لما باجي اصور بدل ما اروح على البوتاجاز بيتحط في اي ترابيزه، ما بيسخنش، حلو قوي. لقيت امكانياته حلوه جدا، وكان سعره كان غالي عليا، كان ب 1750 لما شفته على كذا موقع، لقيته عندهم بسعر مميز جدا. تعالوا هنشوف مع بعض كده السعر، وكمان هوريكم شكل الصفحه وهنفتحه كده مع بعض، وان شاء الله اول ما استخدمه هوريه لكم كمان عملي. بس انا كده كده كنت عامله سيرش عليه، واول ما لقيته وجبته على طول بالسعر المميز ده. هو مش عندهم ده بس، ده عندهم حاجات كتير جدا، كل الاجهزه الكهربائيه، وعندهم معرض. بس انا بصراحه بقى ما روحتش المعرض، انا طلبته اونلاين، يعني جالي لحد الباب البيت، والشحن كان حاجه بسيطه جدا يعني. تمام اهو، ده شكل كده التغليف بتاعه جاي كده اهو، زي ما انتم شايفين انا اول فاتحه معاكم. يعني المفروض ان في ايه تاني؟ في حاجه هنا، استنوا كده، تعالوا كده نكمل فتح كده مع بعض. الكيس فيه جواه الكتالوج بتاعه، طريقة التشغيل وإمكانياته كلها، المفروض كده. ده اللي أنا كنت أبصه بالإنجليش وبالعربي. كل بقى الاستخدامات اهي، انا هقعد كده كده هقراه يعني، بس انا عايزه اوريكم بس الكتالوج ان هو عربي وانجليش اهو. تمام، هو بيقول لك يرجى قراءة هذه التعليمات قبل الاستخدام اهو. طيب، ودي ده المفروض دي شهادة الضمان بتاعته اهي، معاه ضمان كمان بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نشوف هو ده ايه. ده بص يا ستي، ده اصلا مش صيني، ماشي، عشان بس كده نبقى ده الشكل اوضح معاكو، ماشي. هو المفروض ان هو تاتش، مفيش زراير، تاتش، ودي ازاز، بس ده ازاز ضد السخونه. ده كل ده المفروض اللي مكتوب في الكتالوج. طبعا انا هستخدمه معاكو، هيبقى قدامكم مباشر على طول لما اجي اعمل الاكله، وهقول لكم رايي فيه بمنتهى الامانه. بس عشان انا كنت هوريكم كده كمان شكل الشاسيه بتاعه. بصوا، في مروحه للتهويه، شايفينها اهو، في مروحه للتهويه عشان ما يسخنش معايا، لان انا قلت لكم ان هو ضد السخونه. عايزه اوريكم السمك بتاع الفيشه عامل ازاي، بيركب لها كمان الفيشه اللي هي الثانيه، حاجه كده الماني يعني، حاجه فاخر من الاخر يعني. دي بقى سعره كام؟ هقول لكم السعر كام. السعر على الصفحه، افتح لكم كده الاول الموبايل اوريكم الصفحه. بصوا يا جماعه، هي دي الصفحه اللي انا دخلت عليها، معرض البيت بيتك للاجهزه الكهربائيه ومصادر الجمرك. تمام، انا دخلت عليهم عن طريق الواتس وسجلت البتاع ده، لقيته عندهم سعره حلو قوي، وهوريكم كده كل حاجه كده مع بعض. بصوا عندهم ديب فريزر اهو، عندهم ديب فريزر بيبتدي من 3750 جنيه، ومحدش يقول لي الحاجات دي فرز تاني ومش فرز تاني، الحاجات دي جايه بالكرتونه زي ما انتم شايفين كده اهو. بس السعر كان مميز جدا، انا لما بقع على حاجه لازم ان انا اوريها لكم على طول. طيب اول حاجه انا بعت لهم وقلت لهم انا عايزه، بصوا الثلاجات كمان، بصوا تبتدي من 7250 جنيه بالكرتونه اهو، بصوا حاجات كتير جدا، من ضمنيهم بقى وغسالات وبوتاجازات عشان عيد الام والكلام ده كله. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، المفاجاه بقى اللي انا جبتها لكم بجد والله العظيم، انا جبت لكم بقى المفاجاه دي. اولا انا خدت ده سعره كام؟ ده يا جماعه سعره 1250 جنيه، 1250 جنيه. ده هم المفروض ان هم عاملين عرض. طبعا انا ايه، بما ان هو جالي بسرعه، اول ما طلبت لقيته جالي تاني يوم، فلقيتهم فعلا متميزين، وقلت انا هفتحه قدامكم. فقلت لهم يا جماعه انا عندي قناه كذا كذا كذا، قالوا خلاص تمام والله ده شرف لينا ان حضرتك تصوري وكده. قلت لهم انا ما بصورش غير فعلا الحاجه اللي تستاهل، فانا شايفه فعلا ان انتوا عندكم الحاجه حلوه قوي. دي اول حاجه. قلت لهم انا كل اللي انا طمعانه فيه منكم، انا كده كده اشتريت اوريدي ودفعت الفلوس، انا ما عنديش اي مشكله، انا كل الحكايه ان انا عايزه خصم لمتابعين القناه، فاي حاجه هتعجبك على هتعجبك على الصفحه تمام، اساليهم على الخصم،
اي بقى حاجه من اللي انت شفتيها دي قولوا لهم انا عايزه خصم، انا من متابعين جيجي وعايزه الخصم، انا من متابعين جيجي وعايزه الخصم. دول رقمين التليفون اللي انا ايه ده، رقم اللي هو الواتس ده انا نقلته لكم، ولقيت عندهم رقم تاني، دي الارقام اللي انا اتواصلت معاهم فيها. تمام، خدوهم كده سكرين وهحطها لكم برضو في اول تعليق اهم. تمام، كل حاجه مش بس ده اللي عليه خصم، اي حاجه عليها خصم بس تقولوا لهم احنا من متابعين جيجي وشوفنا الصفحه بتاعتكم وعايزين الخصم. بجد انا شايفه الاسعار مميزه جدا جدا جدا، هحط لكم في اول تعليق يا جماعه كل الايه الارقام التليفونات برده كل حاجه، ولما اجي اشغله هشغله معاكم. طيب الناس بقى اللي هتسالني وهتقول لي هم يا جيجي اونلاين، لا انا ما قدرتش اروح المكان بتاعهم، المكان بتاعهم عندهم معرض كبير في الشروق، بس انا قلت هروح الشروق عشان خاطر اجيب ده. تمام، فانا طلبت اونلاين بصراحه، لقيت ان انا اطلبه لحد باب البيت هدفع مثلا 30 40 جنيه احسن من ان انا ادب مشوار ادفع لي فيه 150 جنيه. بس انتوا لو عايزين تروحوا روحوا الشروق، العنوان موجود، وخدوا كده الارقام اهي، خدوها سكرين واتصلوا بيهم وشوفوا كل التفاصيل. بس انا كل اللي انا حبيت ان انا اعمله لكم مفاجاه ان يكون في خصم للمتابعين جيجي. ويا ريت يا جماعه الناس اللي هتدخل في التعليقات تقول لي حصل فعلا خصم ولا لا، لان انا فعلا انا اشتريت منهم وطلبت بس خصم لمتابعين القناة مش اكتر والله العظيم. فشوفوا بقى انا لقيت فعلا الاسعار كويسة جدا، الاسعار لقطة عجبتني جدا، وعندهم شاشات وعندهم كل حاجة، وعندهم كمان دفع بالفيزا، وعندهم نظام تقسيط، عندهم كل حاجة بصراحة. فعجبني الكلام والشغل كان فاخر من الاخر، فقلت بصراحة ما بخلش عليكم بالكلام ده، وادي الارقام اهي، وربنا كده يجعلنا سبب كده ان احنا نسعد كده ناس كتير، او انا كده اسعد ناس كتير باي معلومة او اي حاجة بجيبها. واشوفكم بقى ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر. لسه بقى لما اجي اشغله هعمله فيديو بقى لوحده علشان نشغله ونشوف طريقة الاستعمال ورأيي فيه بمنتهى الامانة.